لعبتوش؟ لا لا، مستر مستر اوتفيستر جاب نادى عليا انا وائل قباني. يمكن الماتش الوحيد اللي خرجته بره 18 من يوم ما رحت نادي الاصابات يعني، ماشي، النادي الزمالك. ماشي، دايما يا اما بقعد وانزل يا اما قاعد موجود. ماشي. جابني انا ووائل قباني وقال لنا انتوا مش هتبقوا معايا لان انا عايز ناس مهاجمين على الدكه، و انا هكسب الاهلي كتير. ده اوتوفاستر ها؟ في اليوم. ماشي. فبصيت لكابتن احمد رمزي، يا رزة احنا، انا بحسبه ينادى علينا يقول لنا في المهام كذا في الملعب او حاجه كده يعني. فقال لنا لا، انتوا بره ال 18 وانا مش محتاجكم الماتش ده. يمكن وائل قباني برده ما كانش بيخرج، كان على طول في الملعب. كان على طول اساسي بالظبط. فقال لكم كده انا عايز مهاجمين بره عشان نكسب الاهلي. بره. طب نقعد احتياط. قال لك لا، انا مش محتاجكم معايا في الماتش. كان حاطط مين على الدكه الماتش ده؟ لا مش فاكر مين على الدكه بالظبط. احنا اللعب اساسي بس حاطط مدافعين يعني؟ لا مش فاكر والله، هو قال لنا كده. انا بقول لك اللي قاله لي يعني. ماشي. ف رضا سيكا في المباراه كان عامل الغضروف. وما تاهلش لسه، نازل من السعوديه ولعب. ولعب الماتش. الراجل ما كانش عارف ان هو مصاب. رضا تقريبا قال انا كنت بعمل عمره وجاي وحاجه كده. لا، لو هو عارف كان بيعمل غضروف في السعوديه. هو لو عارف مش هيلعب. كان بيعمل غضروف في السعوديه تقريبا. ما كانش بيعمل عمره يعني؟ لا. ولعب المباراه دي. ايوه انا عارف ان هو لعب، بس اتقال وقتها ان هو كان بيعمل عمره. حتى في بشير التابع كان بيزقه في كوره من هدف، كانت باينه. بيزقه عشان يقابل، هو مش قادر. طب انتوا استغربتوا ان هو موجود في التشكيله الاساسيه؟ كان هو عيب يعني؟ هو اليوم كله او المعسكر كله ما كانش، كان غريب. كان غريب جدا. هو اصلا اوتوفيستر نفسه غريب؟ لا، اوتوفيستر غريب صح؟ طبعا. يعني مجنون فعلا زي ما الناس لا بتقول؟ هو غريب لان هو كان في برضه الموضوع ان هو ممكن يشرب وكلام كده. طب ما الاجانب كلهم بيشربوا. بس اليوم ده، يوم الماتش؟ يوم الماتش ده بجد؟ والله. يعني ده راح الاستاد وهو كده؟ انا عارف كده. انت عارف ها؟ بس انا عندي سؤال، هو الاجنبي الوحيد اللي كان، هو لما طلعنا كان الراجل مش في حالته الطبيعيه. لما طلعكم فين؟ بره، خارج بره ال 18. والله؟ والله. ما كانش يعني واعي؟ كان في مثلا مباراه من المباريات يعني، يمكن كنا في افريقيا، و تقريبا عبد المنصف يعني، فكابتن حسام حسن او حازم امام شاط كوره عاليه جدا بعيد خالص يعني، فقعد زعل عبد المنصف ان دي ما تطيرش، ما تمسكهاش، ففوق خالص عند الشجر فوق يعني، مش في ال. وعبد المنصف قال له ايه بقى؟ فما هو بص للمدربين اللي معاه، قال لك يعني خلاص، ما حدش يتكلم يعني، حدش يقول له حاجه. فمصطفى قال له انا اتزحلقت في ال. ففي حاجات كتير احنا بتبقى حاجات داخليه الناس ما تبقاش عارفه عنها حاجه يعني. لكن بس انا عندي سؤال برضو يعني، هل ده المدرب الوحيد اللي انت شفته عامل كده؟ لا يعني دايما المدربين الاجانب بيجوا مصر عادي وهو اجنبي طبعًا. يعني أيوة طبعا معظمهم بيشرب، بس مش في اوقات، مش في اوقات معينه، او اوقات مباريات، او في الفندق، او يعني في كتير. معظم الاهلي والزمالك، اي مدرب فني اجنبي بيجي بيشرب. ما طبعا يعني اهلي والزمالك ده حاجه، ده طبيعي. ومنتخب مصر واي بلاد عربيه واي حاجه، ده طبيعي عندهم يعني. لكن في توقيت او اوقات معينه. ماشي. لكن انت بتتكلم انه في التدريبات او في المحاضرات اللي قبل الماتشات. لا، هو الوقت اللي انا بقول لحضرتك عليه ده هو ده اللي انا بكلمك عليه. لكن في حاجات كتير انا عارفها من قبل يعني، من قبل كده يعني. في اي سفريه ببقى اكون عارف في حاجات. كان بيبقى باين ها؟ كان بيبقى الموضوع برضو واضح طبيعي. هم ده الاجانب فري يعني، جدا. ما عندهمش مشكله. فما عندوش مشكله؟ لا خالص. هو بالنسبه له ما بيعملش حاجه غلط يعني، هو مش على ديننا بمعنى صح يعني. فبالنسبه له بس يعني، هو اللي انت بتتكلم فيه ان هو بس يفصل ما بين المباريات او بالظبط كده، او بقى الحياه اللي هي بعد التدريب، بعد البتاع، ملناش دعوه بيها. طبيعي. طيب،